إنجازات وتطورات ملحوظة شهدها قطاع الأشغال بوزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال العام 2015، خصوصا الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن والمقيم في مختلف محافظات المملكة. ووفقا للخطة الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية 2030، يسير قطاع الأشغال على خطى ممنهجة تم من خلالها تحقيق ما مجموعه 683 مشروعا على مستوى صيانة وتطوير شبكات الطرق. لغة الأرقام هي اللغة الدقيقة. عندما نتحدث عن المشاريع التي قدمها قطاع الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث تزخر هذه المشاريع في حيثياتها وتفاصيلها بما يخدم ويعزز البنية التحتية ويوفر سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم، وإنجاز الوصف فإن ما تحقق خلال هذا العام لهو إيداع يثري من حساب المشاريع للوزارة. بالاشتراك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انتهت الوزارة أيضا خلال العام من بناء مركز الأميرة سبيتشة للتنمية الاجتماعية. هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ حاليا ضمن برنامج الدعم الخليجي. هناك 5 مدارس في مختلف المناطق تقوم الوزارة في تنفيذها، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة سوف يتم الانتهاء منها. تولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني صيانة وتطوير شبكة الطرق بالغ الأهمية، بهدف إبقاء شبكة الطرق بالمستوى الفني الجيد، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ما مجموعه 683 مشروعاً بمختلف المحافظات، أهمها شارع المحرق الدائري الذي تبلغ كلفته 5,063,000 دينار بحريني. في مجال الشوارع الرئيسية تم الانتهاء من المرحلة الثانية من شارع المحرق الدائري في الجزء الممتد من تقاطع جلالي إلى تقاطع ديار المحرق، وتحويل هذا الشارع من شارع بمسار واحد إلى شارع بثلاثة مسارات في كل اتجاه. وسوف يتواصل العمل إن شاء الله في المرحلة القادمة لاستمرار هذا العمل، هذا الشارع من ديار المحرق إلى البسيتين، ومنهم إن شاء الله بالجسر الرابع الذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه بالموافقة عليه وعلى التصاميم التي تقدمت بها الوزارة. وسوف يكون هذا المشروع نقلة نوعية استراتيجية في ربط شبكة الطرق في المنامة والمحرق. من جانب آخر، عملت الوزارة على إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، أبرزها محطة الهملة التي بلغت كلفتها 1,757,000 دينار بحريني، لما تشتمل عليه من إزالة المحطة القديمة واستبدالها بمحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بتقنيات حديثة. كما تم تنفيذ مشروع الحزم بإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في المواقع الأكثر تضرراً بمختلف محافظات المملكة. إنما حققت الوزارة من إنجازات جاء نتيجة تضافر جهود الوزارة مع الجهات الحكومية في وضع الخطط وتنفيذ المشروعات للنهوض بعجلة التنمية التي تشهدها البلاد. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.